يتأرجح الالتزام بقرار التعبئة العامة بين مكان وآخر في لبنان، وتسجل النسبة الأكبر من الخروقات في الأحياء الشعبية والمكتظة، كما هنا في الطريق الجديد في بيروت. أبو محمد مثلاً اضطر للخروج لشراء حاجيات ضرورية، ولكنه يؤكد أن كثيرين من معارفه يلتفون على قرار التعبئة لتأمين قوتهم اليومي. ملتزمين يعني بدك تقولي 60% 70%، واللي عم تلاقيهم بالشارع هذا يعني اللي تاع القوت اليومي، هذا يعني الشغيل اليومي مثل ما بقول، يعني هذا كمان ما فيه يلتزم. إذا التزم كيف بده يعيش؟ كيف بده ياكل؟ كيف بده يشرب؟ مين بده يصرف عليه؟ مين بده يعطيه؟ ولكن كثيرين على غرار محمود مضطرون مكرهين للالتزام بقرار التعبئة، وقد نظمت محاضر ضبط بالعديدين. في محلات مسكرة ما عم تفتح أبداً. هول اللي ما خصهم بالأدوات الغذائية والأكل والشرب، هول مين بعوض عليهم؟ هول المفروض الدولة تعوض عليهم. في المقابل يستمر العمل في متاجر الغذاء ولا سيما الأفران. سليمان يعمل في أحدها، حيث تم وضع حاجز يحول دون الاحتكاك المباشر مع الزبائن. الأفضل أنه يظل في مجال حتى الزبون لما ياخذ بضاعته ما يحتك بحدا أو ما يدخل يكون في حدا جوا، وهيك أفضل إلنا ولإله عشان حمايته. على جميع أفراد المحلات إقفالها فورا. إنه العد العكسي لحظر التجول المسائي، والذي يتم الالتزام به أكثر من التعبئة العامة. حال التعبئة العامة والتي باتت تتضمن حظر تجول من 7 مساء حتى 5 فجرا بدلت بشكل دراماتيكي طبيعة الحياة في لبنان، فانكفأت المدن متخلية عن صخبها بدءا من العاصمة بيروت. بات ليل المدينة موحشا إلا من بعض الأضواء الخجولة خلف النوافذ المغلقة والسيارات المسرعة لأماكن حجر أصحابها، ولم يعد للمحتجين الذين كانوا يصدحون بالشعارات على مدى الساعات مكان هنا. أزيلت خيامهم في وقت يسيطر عليه الانكفاء في انتظار مرور عاصفة الوباء. كلوديا أبي حنا، الغد، بيروت.